طويله في اتجاه جمال الامام. جمال الامام يتعدى سامي الطرابلسي وجمال الامام والحارس وافتتاح النتيجه من جمال الامام في الدقيقه 30. التنفيذ والتعديل، التنفيذ والتعديل من رشيد بوعزيز. شكري الطرابلسي خلي كره لسفيان ساسي، يوزع في العمق سفيان ساسي. ايمات شقرون، ايمات شقرون في الوقت الضايع. صويح سفيان ساسي، سفيان ساسي ربما مش يقذف سفيان ساسي، قذفة وهدف. سفيان الفقي تبع فيه اليحيوي، يمرر توصل للفيتوري وتضايف النتيجة من الفيتوري. صويح في التنفيذ أمام الكرة، فيطلع زويتا والهدف الثالث. صويح والكرة في الشباك ويستميت ويبدع ناصر البدوي، ياخذ الكرة هذه الصويح وتعود أمام سفيان ساسي والهدف الخامس من سفيان ساسي. يتقدم مفتاح والكرة خارج الميدان. حسني يمرر لمفتاح، مفتاح والهدف السادس. مفتاح الصويح وافتتاح النتيجة من اسكندر الصويح. الصويح مر لحسني وهناك ضربة جزاء. تقدم سفيان ساسي ويسجل، انتظر والهدف الثالث. الكرة كالعادة يعني هو يعني على العشب ويمد كرة واختيره وزبير السافي والهدف. بركو والبدوي وافتتاح النتيجة من ماهر الدندان. ماهر الدندان يوزع و بوعزيز في العمق، توفيق بن سلطان وافتتاح النتيجه من عبور بن طاهر. مخالفه عبطيف مفتاح والتعديل. عبطيف مفتاح يعدل النتيجه في الدقيقه 21 من هذا الشوط الثاني. من اقدام الاحسن ساك في اتجاه لعب بالاحسن العلوي نجم الفريق وعلى عرضه والهدف الاول. اولى ثم الحبيبي التونسي في الثانيه وممتازه من الحبيبي التونسي في اتجاه عمر بن طاهر والفيتوري وتسويبه الهدف الثاني. تجو يقذف قوية وافتتاح النتيجة. تجو والهدف الثاني، تجو والهدف الثاني في 20 دقيقة لعب. حسام الحجالي ونبيل معلول، من سيقوم بالتنفيذ؟ يبدو لي أنه حسام الحجالي. حسام الحجالي كرة مقاوسة والهدف الثالث من عادل السليمي. مفتاح، مفتاح يخرج كرة لطارق سالم، يقذف وتذليل الفارق من طارق سالم. لجدل سفيان الفقي، سفيان الفقي وهناك ضربة جزاء. يتقدم الصويح ويسجل. الصويح الفيتوري اسكندر الصويح يراوغ لاعب الصويح ويراوغ ثابت وضربة جزاء ثانية. محمود الفيتوري ومعز بن ثابت، يتقدم الفيتوري ومعز بن ثابت ينقذ الموقف. بوعزيز يقذف بوعزيز على عرضه. حافظ الطرابلسي يقذف، حافظ الطرابلسي والهدف الثاني. الديمقراطي اللي ساهر في علاء وافتتاح النتيجه من محمد صلاح. مفتاح في الدقيقه 24 من هذا الشوط الاول. يرفع كره ما ثماش تسلل، مفتاح يرفع كره والهدف الثاني من اسكندر الصويح. تمشي الحسن القابسي، حسين القابسي داخل مناطق الجزاء وضربة جزاء. تقدم بن حسن ويتألق، يتألق هشام الجزيري. مفتاح يتعدى من نادر الفقي، مفتاح، مفتاح وجه لوجه مع الحارس. مفتاح، مفتاح والهدف الثالث من اسكندر الصويح. تنفيذ الركنية وافتتاح النتيجة، وافتتاح النتيجة يبدو لي من سامي الطرابلسي. صويح يمر المفتاح، مفتاح، مفتاح يراوغ والهدف الثاني، والهدف الثاني من حبيب التونسي. مفتاح يمر للسافي، سافي والهدف الثالث من فيتوري.
سيد عبد العزيز عبد الله هي الخايبه، كون جات خايبه ما تجيبش نتائج. هذا يلزم نعرفوه. وموش معناها اعتراف لي انا راضي على نفسي بالشيء اللي عملته، وانا خارج مطمئن البال راضي كل الرضا. وذاك علاش انا عودت حتى قدمت ترشحي بعد ما اعلنت عن الانسحاب باش ما نخليش معناها النادي في الظروف هذه في الازمه الماليه هذه ونسلمها كما العاده على الاقل نسلمها في وضع مريح. فالاخ جمال كان متجاوب قال لي ما انا شنو المشكل انت ولا انا شنو الفرق احنا ما بعضنا. انت رئيس انا معاك مش نساهم باش نقف ديون انا رئيسة تتساهم قلت له فات المشكل احنا باش نعملوا معناها زوبعه في البلاد العارم وبن عبد الله وناس انت مع العارم انت مع بن عبد الله احنا يلزم اهل مستوى.